السلام عليكم فوائد صباحية، ونتكلم اليوم عن تجانس الألبان، يعني هذا المواد الحليب. فيعني هذه الألبان هو أحسن شيء، يعني أحسن طريقة لاستهلاك هذه الألبان أن تكون يعني مخمرة متخمرة، لأن يعني لما يعني نقوم بتخمير يعني الحليب، فطبعا هذه يعني هذه البكتيريا اللبنية يعني تقوم بحل اللاكتوز، يعني هذه يعني استقلاب سكر اللاكتوز، فينقص يعني تركيز اللاكتوز ينقص يعني في الحليب. ثم هذه البكتيريا اللبنية تحرر حمض لاكتيك، يعني من الجلوكوز تتحرر حمض لاكتيك او الحمض اللبني، اسمه الحمض لاكتيك او الحمض اللبني لاكتيك اسيد، وهذا الحمض اللبني يعني يخفض البي اتش الى حدود 4.6، و 4.6 هو هذا الايزوالكتريك بي اتش ديال الكازين باش تجلط، يعني ملي كيوصل الحموضة 4.6 كتجلط، يعني منها ما كتبقاش دائبة في الحليب، ما كتبقاش متجانسة في الحليب. طبعا كيتفصل الشريش، كيتفصل الماء مع هذه البروتينات. فهنا يعني هذا التخمر طبعا هو في حد ذاته يعني هضم بسيط وهضم جزئي للحليب، يعني لذلك ف يعني الألبان يعني المتخمرة أحسن، يعني الأجبان داخلة فيها يعني اللبن البلدي، يعني المغاربة كيعرفوا البل البلدي، هذا اللي كان هو الشكل الوحيد اللي المغاربة كانوا كيعرفوا هو البل البلدي، كانوا كيخليوا الحليب يروب ثم من بعد يمخضوه يمخض ويستهلك على شكل لبن يعني متخمر. ومن بعد اللبن المتخمر كذا ممكن أن نحضر منه كليلة، يسخن شوية على النار ويتصفى على قماش يعني سميك، ويعني هذه الختاره اللي بقات هي الكليله، ممكن يستهلكها الناس مباشره، وهي تستهلك يعني بملعقه، يعني لماذا؟ لانها ليست متماسكه يعني مثل الاجبال الاخرى المسوّد. فهذه الالبان يعني اذا استهلكها الناس ممكن ان تستهلك لوحدها يكون احسن، او مثل اللبن مثلا او شيء تستهلك مع نشويات مثلا مع خبز، وممكن تستهلك مع نشويات على شكل خبز او على شكل بعض الوجبات اللي في المغرب كنعرفوها اللي هي ابركوكش يعني بالامازيغيه، او هربل كذلك بالامازيغيه، ولا السايكوك، يعني هذه ممكن، السايكوك فيه لبن ولكن الهربل والبركوكش يطهى بالحليب، فكميه الحليب اللي كنضيفوا لهاد بركوكش وهربل هي كاس حليب، ماشي يعني ليس كميه كبيره، فهذه الكميه يخليها لا تزعج بالنسبه لهضم النشويات، يعني لما نستهلك نشويات. وممكن يعني في المغاربه كيضيفوا لها حتى سمن، يعني شويه سمن باش هذيك الماده الدسمه او للتنكيه، يعني لتنكيه الوجبه فقط ماشي ليس للطاقه، تصبح غنيه جدا. فهنا ممكن يعني نشويات تتجانس مع الالبان، ما في مشكل. ولكن لما يكون اجبان مسوات، يعني اجبان مسوات هي الاجبان اللي كيعرفوها الناس الا عند اما الشكل الكبير اما الشكل الصغير، هذه الاجبان لما ناخذ يعني قطعه كبيره ونضعها وسط الخبز، فيجب ان يكون يعني كميه الخبز اكبر واكثر من الاجبان. لماذا؟ لان هذه الاجبان فيها بروتينات وفيها دسم. بروتينات طبعا ستتعطل في المعده للهضم، لان البروتينات تهضم في المعده، المعده عندها عمل واحد ليس خمسه، عندها عمل واحد هضم البروتينات، عندها انزيم واحد هو الكيموتريبسين، البيبسين يعني كيولي نشيط مع حمض الكلوريدريك الموجود فيها، وهاد البيبسين هي عندها البي اتش اللي كتكون نشطه فيه بي اتش 2، يعني حمض الكلوريدريك في المعده، ولذلك كلما كانت الحموضه جيده كيكون الهضم جيد، حتى ان بعض الاشياء الحامضه اللي كنتناولوها مثل البصل مثل هذه الاشياء تساعد كذلك على الهضم، مثل الفجل مثل هذه الاشياء كلها تساعد على الهضم. فهاد البروتينات تهضم في المعده، فيجب ان لا يكون الجبن مثلا طاغي على النشويات، والا فالمضغ لا يكون جيد، ثم ربما تقع هناك مشاكل. اما من الاحسن الاجبان ان تستهلك لوحدها بدون خبز وبدون اي شيء، ولكن هذه العاده الناس كيستهلكوا الجبن مع الخبز، فهذا لا يتجانس، الخبز لا يتجانس مع الاجبان. لكن لماذا؟ لان اللبن المتخمر نسبه البروتينات في الاجبان مركزه، نسبه البروتينات مركزه، لان الاجبان تكاد تكون بروتينات خالصه، لكن بالنسبة للبن المتخمر نسبة البروتينات هي اللي كاينة فيه، يعني تمشي ما بين 4-4.5 يعني في المية، مش حاجة كثيرة. ولذلك اللبن المتخمر يكون الهضم دياله بدأ بالتخمر ثم لما يمزج مع النشويات هو أحسن شيء. لماذا؟ لأن هذه البكتيريا اللبنية ستحرر كذلك حمض الفيتيك، يعني ويكون يعني تغذية هائلة، يعني هذا مستوى الامتصاص من الأملاح المعدنية يزداد، يعني ولذلك الناس اللي كانوا مثلا كيستهلكوا السيكوك ولا كيستهلكوا هذه الاشياء، هذه ما كانتش عندهم اعراض استقلابيه، ما كانتش عندهم اعراض نقص، يعني
عوز في الحديد او عوز في بعض الكالسيوم او عوز في هذه الاشياء. لماذا؟ لان هذه الاشياء كانت جيده وكانت متكامله. واكرر دائما وسابقى اكرر في ان ليس هناك نقص في الطبيعه. الكالسيوم لا ينقص في الاكل، الحديد لا ينقص في الاكل، المغنيسيوم لا ينقص في الاكل، انما ينقص في الامتصاص. حتى ولو استهلكت كالسيوم خالص فإذا كان الامتصاص مثبط فأنت لا تستفيد منه. ربما يكون عندك مشكلة، ربما يقع ميكرو كالسيفيكاسيون، ربما يقع عندك مشاكل على مستوى الكلية حتى على مستوى يعني العضلات. فهذه الألبان من الأحسن تستهلك لوحدين عليهم. كان المغاربة كيغليوا الحليب، كيطبخوا الحليب مع الصباح، وكانوا كيشربوا هذا الحليب هذا إلا معاه شيء بسيط من الخبز ولا حاجة مع زيت الزيتون ولا مع الزبدة ولا حاجة كان كيمشي. لماذا؟ لأن كمية الحليب ليست يعني قوية فيما يخص يعني نسبة البروتينات اللي غادي ما تكونش مشكل، لأن حتى النشويات فيهم شيء من البروتينات. يعني علي النشويات فيهم بروتينات يعني بالنسبة بالنسبة يعني الوزن هي فيها أكثر. لماذا؟ لأن الحليب فيه ماء، النشويات ما فيهمش ماء، نسبة الماء في الحليب هي أكثر من النشويات، ولذلك تتجانس الألبان مع النشويات ما في مشكل، ولكن لا تتجانس الألبان مع الفواكه الأخرى. فهناك ناس كيوضعوا الألبان مع الفواكه، هذه لا تتجانس، الألبان لا تتجانس مع الفواكه. ربما ننكه بعض الألبان المتخمرة بالفواكه، نستعمل مثلا فراوله او نستعمل مشمش او نستعمل بعض الفواكه لتنكيه وليس لخلطها، لان هنا الناس كيطحنوا في المنزل لما يحضروا هذه العصائر يعني بالفواكه كيطحنوا كميه كبيره من الفواكه مع شيء قليل يعني من الحليب يعني هذا وهذا يعني لا تتجانس. انما هناك بعض الصناعات الان اللي يعني كتستعمل مثلا بعض الفواكه لتنكيه بعض المنتوجات. هذا لماذا؟ لان كميه الفاكهه هنا ماشي مشكل، يعني ممكن يعني هذا ماشي، ولكن ان تكون كميه كبيره الفواكه تطحن من الناس اللي كيحضروا في المنازل الفواكه هي لا تتجانس مع الفواكه ولا تتجانس مع اي شيء اخر، لا تتجانس مع السمك ولا مع القطن ولا مع اللحوم ولا مع اي شيء. الالبان تستهلك لوحدها من الاحسن، او تستهلك مع نشويات، وربما علي خضر، ولكن علي شكون اللي غادي يستهلك الخضر مع الشيء؟ لا تستهلك ما عدا الاشخاص اللي مثلا ياكلوا سلطات ثم ياكلوا قطعه جبن جيد، لان الخضر قلنا تتجانس مع كل الاغذيه. فهذه المسائل يجب ان يتجنب الناس هذه الاشياء، خلط الاشياء الدهنيه اللي فيها دسم وبروتينات، دسم وبروتينات خلطها مع الاشياء الاخرى اللي فيها كذلك سكريات هي الفواكه، او اللي غادي نشوفهم بعد قدر يكون قطاني كذلك. فان شاء الله نكتفي بهذا القدر الى حلقه مقبله. السلام عليكم.